الراجل فاهمها صح. ليه؟ لانها قضيه خسرانه، وسامح شكري فاهم انها خسرانه، واللي قبله واللي بعده فاهمين انها خسرانه، لان المخابرات المصريه والخارجيه المصريه ياما حذروا السيسي من التوقيع على اتفاقيه المبادئ وهو ما سمعش الكلام ووقع. يبقى اللي بيحصل دلوقتي هو بس ضحك على الدقون، تزييف لوعي الشعب المصري مش اكتر، بالرغم من ان سمير فرج سياده اللواء سمير فرج مأكد لاحمد موسى انه متفائل. انا ما اعرفش ايه اللي حصل عشان يتفائل، بس هو كلواء في الجيش يعني سابق متفائل. تعال نشوف سياده اللواء المتفائل لعل المشكله تحل بالتفاؤل. احنا بنتمنى يا احمد نعم. ان هذه المره، وانا ما اعرفش، انا متفائل. انت قلت في البدايه انت مش متفائل، لا انا متفائل لان الظروف المره دي كلها. انا قلت لازم ابقى عندي حذر. ماشي يبقى تمام. تفاؤل بحذر. انا معلش انا متفائل لان هناك بعض الظروف اللي استجدت في المنطقه الدوليه والاقليميه، استجدت الاقليميه والدوليه نعم. استجدت ومش عايزين نقول بالتفاصيل ايه، لكن كلنا كنا بنتابع قريب ماذا حدث هنا وهناك، ولكن انا عندي تفاؤل المره دي ان شاء الله هتوصل هذه الاجتماعات الى حل. زي ما قلت ان الشيوب تنمي واحنا ناخد حقنا. طبعا تفاؤل سياده اللواء سمير بيه فرج مبني على تدخل الامارات، وده الخبر اللي اتنشر من يومين على موضوع تدخل الامارات اهو. مصر تتلقى تعهدات اماراتيه بشان مفاوضات سد النهضه. يا سلام، الامارات هي اللي بتتعهد دلوقتي. وبرضو عايز أأكد لك إن ده ضحك على الدقون وتزييف للوعي، لأن قلت لكم قبل كده وعرضت لكم موقف الإمارات ودورها في أزمة سد النهضة وموقفهم اللي لسه زي ما هو متآمر علينا وما تغيرش. أهو افتكر سد النهضة، الإمارات تحث مصر والسودان وأثيوبيا على مواصلة التفاوض بحسن نية على أساس إعلان المبادئ. الإمارات لما بتتكلم عن حسن النية بتقول التزموا بالاتفاق اللي انتم موقعينه في 2015، لان الاتفاق بيقول كده بالظبط، بيقول لما يحصل خلاف يبقى نتفاهم على مبدأ حسن النية. يبقى تيجي النهاردة وتقول الامارات هتحل الازمة وبتدينا ضمانات. ضمانات مين يا عم الحاج؟ صلى على النبي، هي خلاص خلصت. اللي يهمني دلوقتي حاجة واحدة بس، اللي يهمني ان حضرتك تفهم الموضوع ويكون واضح قدامك، ما تفضلش كل شوية تصدق أي حاجة بيطلعوها لك ويحاولوا يضحكوا بيها عليك. ما تصدقش عشان ما نزعلش من بعض. القضية والله العظيم خسرانة.